السلام عليكم الإخوان. دونك بعد ما سالينا التمرين الثاني ديال السيري الثانية اللي هو التمرين الثاني ديال السيري اللي غادي في خاطوغرام، غندوزو إن شاء الله التمرين ثلاثة اللي هو نيت التمرين ثلاثة السيري اللي غادي في خاطوغرام. ياك دونك بعجالة نشوفو شنو التمرين، شنو كي نشوفو شنو كيقول التمرين. المهم عطانا هنايا واحد جوج جزيئات، ياك، وقال لك عندهم نفس ستركتور، ياك، سون دي كومبوزي از ستريكتورو، ما علينا. بورتون لور دياغرام دو ديفراكسيون دو بودغ ريسبكتيف نو بريزون با لا ميم. المهم انايا زعما بغي يقول لك زعما ملي عملنا ملي سلطنا لي غايون اكس على 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 هذا وعلى هذا في الدياغرام اللي هو غيكون بحال هذا، ما عطاونيش نفس لي غاي، فهمت؟ يعني هنايا شو بانو، هنايا فحال هنا بانو لي ستة ديال لي بلون اش كي ال لي اسوسي كيكونوا ديال ستة من هاد اللعيبات هادو. ياك يعني انا هنايا يعني في هذه بالنسبه ان اي ان بي يبانوا لي سته من هادو، ماشي بحال هادو طبعا، المهم شي كبير شي صغير على حسب، فهمتي؟ وهنا يبانوا لي على اربعه، هنا قلنا بانوا على اربعه من هادو اللي اسوسيين هاد اربعه لي بلون اش كي ال. ما علينا، قال لك السؤال الاول كي لي لو ريزو دو برافي دو اي ان بي اي جي ا اس. حنايا كيف ما عطانا في الاول هما ايزو ستركتور، يعني عندهم نفس ستركتور، يعني الغيزو دو برافي اللي غيكون هذا هو اللي غيكون هذا نيت. ياك مزيان، واخا كيفاش غنجاوبو على هذا السؤال؟ واخا انا نعملو كل شيء و نمشيو ايتاب باغ ايتاب. قلنا تمرين ثلاثة، السؤال الاول مزيان. دونك هنايا عندي جوج ديال الجزيئات، قلنا عندنا اي ان بي اي جي ا اس، ياك مزيان. قال لك هما عندهم نفس ستريكتور، ياك، ايزو ستري دي، ياك مزيان. عطانا لي بلون اش كي ال بالنسبة اي ان بي اي ان بي بالنسبة للجي ا اس، ياك مزيان. هنايا عطانا فينا هاديك الورقة، انا عطانا واحد واحد واحد، جوج زيرو زيرو، جوج جوج زيرو، ثلاثة واحد واحد، جوج جوج جوج، أربعة زيرو زيرو، واحد واحد واحد، جوج جوج زيرو، ثلاثة واحد واحد، أربعة زيرو زيرو. مزيان، إذا لاحظتوا هما احنا عندنا قال لك عندهم نفس الستركتور، ياك، وبالحق ما عطاونيش نفس اش كيقولوا له، ما عطاونيش نفس عدد ديال لي بيك اللي كيبانوا لي في الديفراتوغرام، ياك، اللي اسوسيين هذا لي بلون، واحد بان فيه 6 واحد 4 كيف ما كتشوفوا. هنايا هذه هي هذه ما بانتش، ياك، هذه ما بانتش هنايا في هذه الثانيه، هذه هي هذه هي هذه وهذه ما بانتش هنايا، ياك، وهذه هي هذه، يعني جوج اللي ما بانوليش. مزيان، قال لك بعدا في الاول شمن غيزو دو برافي دهذا وهذا، دونك قلنا هما نفس ستركتور، يعني غيكون عندهم نفس الغيزو دو برافي، ياك، ما علينا. نشوفو، قلنا حنايا اون سي كو
les conditions. Les conditions pour. شوف الاستاذ قلنا كيف ما قلتكم الاستاذ فيزيك ماتريو مصطفى قاطح ديال كليه العلوم تطوان، حيتاش كاين دراري ماشي من تطوان كيتفرجوا. ما علينا، قلت لك غالبا ما كيخرجش على في اف اش كي ال، ما كيخرجش على ستركتور كوبيك اساسي داخلين. خصكم تشوفوا يعني كيفاش كيخدموا بالنسبه للناس اللي ماشي من تطوان. ما علينا، قلنا لي كونديسيون بور الكيوبيك سامبل والكيوبيك سونتخي والكيوبيك افا سونتخي، هادو خصنا نكونو كنعرفوهم يعني في بالك، فهمتي؟ الكونديسيون ديال اف اش كا ال ديفيرون زيرو، فهمتي؟ حتى هادو اشكال اعتيادية منهم. انا من واحد ملاحظة عليهم عيبان لي هادو دش من اش كيقولوا له دش من ريزو، يعني الريزو شكون الريزو دو برافي ديالهم ياك. واخ عندي هنا خدمو في ليطا ديزوردوني ياك، حيتاش غنحطكم لي كونديسيون في ليطا ديزوردوني. كيبيك سونتخي كيبيك افاس سونتخي ياك، احتاج ملي كيكونوا تمارين بحال هيدا او لا. هي صراحه عين ملاحظه، هادو كتكون حافظهم مثلا ثلاثه د الاشكال الاعتياديه، خصوصا لي طا دي زوردوني ياك. ملي كيكونوا اف ديالهم كنحاسبوا عام متساويه وكنعملوه، المهم كنخرجوها في داكشي. المهم الحساب اف اش كا ال كنا عملناه في الفيديو الاولاني، بينا فيه هذا الشيء، يعني كتكون حافظهم. هذا مهما يكون اف اش كا ال ياك، هذا اش بلس كا بلس ال خصها تكون بير، هذا دو ميم باريتي، فهمتي؟ هذه في ليطا ديزوردوني خصها تكون عارفه ديريكت او لا حافظه، فهمتي؟ حتى انا كيف ما تشوفوا انكتب لكم هنايا عملوا مقارنه ما بين هاد لي كونديسيون هنا ومع هاد الشيء اللي كاين هنا، عيب انا دش من غيتو دو برافي. وقلت لكم ماشي بالضروره تكون حافظ لي كوردون لي كونديسيون بالنسبه ليطا دو اردوني وليطا دي زوردوني، حتى شوف حال هاد الانواع د التمارين كنخدموا بليطا دي زوردوني، فهمتي؟ يعني مثلا هاد الانواع النوع د الاسئله هادو، فهمتي؟ حتى ليطا دي اردوني اذا عطاها لك يعطيها لك في سؤال بوحده، فهمتي؟ بحال لي تمرين بوحده ولا شي حاجه. المهم انا حطو قلنا هادو اف اش كا ال ديفيرونس 0 اف اش كا ال بالنسبه للكيوبيك سامبل ديفيرونس 0 ياك، مهما يكون اش كا ال ياك. هنا خاصها تكون عندنا اف اش كا ال، قلنا اف اش كا ال ديفيرونس 0 خاصها تكون اش بلس كا بلس ال، كيبان هذا الشيء ايبر ياك بير، يعني العدد اللي عيعطيني في الخارج دادو إب ياك. هنايا بالنسبة للكيوبيك فاسون تخي اف اش كا ال ديفيرون زيرو، خصهم ملي كيكون عندنا اش و كا و ال، اش كا ال دو ميم باريتي، يا كاملين امبير يا كاملين بير باريتي ياك. واخ انا شوف دونك هنايا ياك كيتحقق لي قلنا بالنسبه للكيوبيك سامبل عندنا اف اش كا يكونوا كيف ما بغاو يكونوا ياك، يعني هذه الصراحه خدام، يعني اي ستركتور راه داخله فيها كيوبيك سونتر كيوبيك سامبل، فهمت؟ يعني إذا طبقت هاد لي كونديسيون هادو هاد لي كونديسيون هادو، يعني هاد لي بلون اش كا ال كيحققوا لي هاد الكونديسيون، نقدر نقول له كيبيك سامبل حق هادي ديما خدامة، فهمتي؟ باعها خليها هي الأخرانية حتى وإذا ما جبرت والو في ديك اللي بقى عاد ندوز نيالها، فهمتي كيفاش؟ واخا قلنا المجموع ديالهم نشوفوا بالنسبة للكيبيك سونتخي المجموع ديالهم غيكون بيغ ياك. أنا نشوف هادي واحد زائد واحد زائد واحد ثلاثة،
مجموعة ديال المشيبر، يعني هذه مشات لي. يكفي على واحد 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 ما يحقق لي شي شروط صافي، بلا ما تجرب اخرين، هذا كذلك صافي، يعني ماشي كيبيك سونتر. دونك هنايا قال لك اش و كا و ال دو ميم باريتي، يعني يا بثلاثه بهم فرديين يا بثلاثه بهم زوجيين. اذا لاحظتوا هنايا فردي فردي فردي، زوجي زوجي زوجي، هنايا زوجي زوجي. المهم هانتوما ها هادو كذلك، يعني كاملين لي بلون هادو كاملين كيخدعوا من هاد الشرط هذا، فهمتي؟ قلتكم هذا يعني ديما محقق، فهمتي؟ حتى كيقول لك يعني مهما يكون اشكال انا قلتكم هذيك تخليوها هي الاخر، يعني تجربوا هاد الشوشه ياك، اذا ما صدق فيهم حتى واحد، يعني حتى هادو ما كيحققوا لنا لا الشرط هادي لا هادي، عاد ساعتك غتقولوا له كيف اكزامبل. بالحقيقه اذا كان مثلا هذا الشرط هادو كيحقوا لي هذا الشرط هذا، او لا هادو كيحقوا لي هذا الشرط هذا، تقول له دادي ولا دادي ياك. كنتمنى يكون واضح هذا الشيء. المهم شي سؤال كومنتر، انا ساعات كنجاوب على اي حاجه ان شاء الله. دونك هادو يعني شنو نقول هنا، دو ال ساجي ال ساجي دان كوبيك افاس سونتر سونتر. مزيان هادشي اللي كاين. المهم قال لك اش من ريزولو بغا، دونك حنا قلنا سي اف سي. ندوزو للسؤال الثاني. دونك السؤال الثاني شنو كيقول لنا، قال لك اكسبليكي بوركوا سيرتان راي كي اكزيست بور اي ام بي نو سون با فيزيبل بور جي ا ا اس سو فير اون كالكول را لو فاكتور دو ستريكسيون. قال لك اشرح لي، انت قلتي بانهم نفس الستريكتور ياك، يعني عطالك بانه نفس الستركتور، قال لك شرح لي زعما علاش هادو يعني بعد لي غاي بانوا لي في هاد اي ام بي وهنايا ما بانوا لي شي، وباش غنشرحو بالفاكتور دو ستركتور، فهمتي؟ تما يبان لنا يعني علاش هنا بان شي، هنايا بانوا واحد جوج زايدين وهنا ما بانوش، انا عطاوني 6 وهنا 4 ياك. مزيان دونك اقلب باش باش نكتب ديك شي دقه واحده اخرى. دونك السؤال الثاني دائما خدامين في نفس الجزئين، عندنا اي ان بي اي جي اس ياك. شنو عطانا هنايا، قال لك اون دون لي كوردوني ريدوي دي زاتوم دو لا ماي دو لا ماي. هنايا اي ان و جي ا كاينين ف لي كوردوني ريدوي ديالهم هما 0 0 0، و بي اي و بي و ا اس كاينين 1 على 4 1 على 4، انسي كو لي نيميرو اتوميك دي 4 اليمون. عطانا العدد الذري ديال العناصر بأربعة شحال كيساوي، واخا مزيان. دونك عطانا قلنا لي كوردوني ريدويت لي كوردوني ري كوردوني ريدويت ياك. قال لك اي ان و جي ا هذا وهذا كاينين في 0 0 0 كوردوني حلوين. شو هادي ستركتور بوحدة، يعني هادو غيكونو هادو مع بعضهم، هادي بليس وهادي موا ياك، وهادو مع بعضهم، فهمتي؟ دابا انا نعطيك على الاختصار، زعما ما بغاش يقول لك هادي كاينه في 0 0 0 وهادي عاو كاينه في 0 0، عطى لك هيدا وصافي ياك. ما علينا، و بي هادي وهادي ا اس كاينين في 1 على 4 1 على 4
واحد على أربعة. ياك مزيان، وعطانا لي نيميرو اتوميك. قال لك الزيت ديال الجي ا كيساوي 31، والزيت ديال اي ان اتيغا 39 ياك، وعطانا عاود الزيت ديال ا اس كيساوي 33، والزيت ديال بي كيساوي شحال 15 ياك. وحنا كيف ما كنا ديمونطرينا في التمرين جوج، اف جي اي تيغال زي ياك، هادي شنو كيكافئ لي او لا شنو كيستلزم؟ اف ديال هادي وهادي شتي قرابين بعضو، هادشي كنت شرحته في الفيديو اللي فات. اف ديال جي ا كيساوي لي اف ديال ا اس، يعني هنايا فهاد هادي وهنا وهادي وهادي، يعني فهاد الجزيئة هادي مختلفين، ها 39 15 فرق كبير، يعني اتسعود جي ا لا هادي اي ان، اي ان ديفيرون ديال اف ديال بي. مزيان بحال اللي بغى يقول لك هادي ايتا اوردوني، اوردوني وهنا ايتا ديزوردوني ياك، وهذا الصراحة هو الجواب علاش في النهاية ما بتسمي السؤال. ها هنا هو الصراحة علاش في هادي بانوا لي ستة وفي هادي بانوا لي أربعة، حتاش في هادي هاهي خدمنا في إيطا أوردوني، وفي هادي خدمنا بإيطا ديزوردوني، هذا هو السبب. وحنا نشوفو من ديك لي كونديسيون عيبان اش كيقولوا له، حتى هو خلق بينا باستعمال اف اش كا ال ياك. ها هي pour ce faire on calculera le facteur de structure. دونك حنايا كنعرفو انبينو قلنا اف اش كا ال، اف اش كا ال ديالنا اف اش كا ال كتساوي لي la somme ديال n g est égal à n حتى n f g exponentielle moins 2 i p فين هي 2 i i de p ولا فحال فحال h x g plus k y g plus l z g ياك. مزيان ولا f h k l كتساوي العلاقة الثانية اللي قلتكم كيخدم بها أستاذ، اف ديال الغيزو يعني الغيزو دو برافي مضروبة في اف ديال الموتيف، اف ديال الموتيف موتيف ياك. وهنا الصراحة بلا ما نبقاو نعاودو الخدمة، حنايا لي كونديسيون عندنا قلنا هادو فين هما، هادي وهادي كنا بينا انهم كيبيك افاسون دخيك، يعني كيت موضوعه في الغيزو دو برافي ديالهم، وهذاك هو كيبيك افاسون دخيك، وعطانا هو عطانا هادو لي كوردوني ريدويت ديالهم ياك. مزيان قلنا بينا الكيبيك افاسون الغيزو دو برافي ديالهم عطانا هو كيبيك افاسون دخي، بلا ما نعاودو الخدمة نمشيو نحسبو الكيبيكا فاسون تخي هنا وديك لي موتيف هنايا، نخدمو بهاد العلاقة هادي باش نشلطو القضية شوية. كتساوي حتاش اخرى عديني، اذا حسبنا كل واحدة عديني عدينا الوقت بزاف ياك، اف ديال الكيبيكا فاسون تخي مضروبة في اف ديال لي موتيف، ولي موتيف عندي ها هما في لي كوردوني غيدويت ديالهم ياك. نعتبر هادي مثلا ا وهادي بي ياك، عافاش حتى
ما بغيتش نخصص كل واحدة ديالها، تخصك هنايا 4 فهمتي، حيتاش باقي حتى في ليطاب الاخرانية عاد نفرقو دهادي بوحدو ودهادي بوحدو فهمت. دونك كنعتبر الواحد لاطوم ا لاطوم بي ياك، حيتاش هنايا عندي جوج، ها هما عندي جوج، هادي مع هادي وهادي مع هادي. كنا في اف ديال لي موتيف، اف ديال لي موتيف هنخرجهم بهاد العلاقة هادي ياك، شنو كيساوي؟ واخ اف ديال لي موتيف، موتيف ا مثلا زيرو زيرو زيرو، ها هي هي الاكسبونونسيال ديال الزيرو هي اف ديال ا، هنكتبها ديريكت. فين هي؟ قلنا هي اف ديال ا باينة، عاد باينة اخو، ما احسش هادشي والله الا كيجيني ممل نبقى نعاودو كل ساعة فهمت. انا عليها بغيت كنت كنديطايي قبل باش تتعودوا فهمتي، وما يبقاش عندكم الغموض في كل حاجه. دابا الصراحه خصني نشلط نضرب على كل حاجه، واخا هيداك ما كنبغيش نشلط بزاف فهمت. ما علينا، قلنا اف ديال الغيزو هو اف ديال الكوبيكا فاسون تخي، و اف ديال لي موتيف يعني دهادو دهادو هادو هادو ياك. هادي قلنا اعتبرتها ا باش بلا ما نعمل الخدمه نهادي ونهادي ونهادي ونهادي، اعتبرت واحد كيف ما تبغى تكون ياك، يا هادي ولا هادي، وهادي عاودي يا بي يا هادي ولا هادي. بعد عاد نفرق كل واحدة ديال بالنسبة ل ا، هاهي زيرو عندي زيرو زيرو زيرو، هاهي زيرو 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 عطيني زيرو، الاكسبوت زيرو عاد بقالي اف ا، هاهي زائد بالنسبة ل بي عطيني اش على اربعة بلس كا على اربعة بلس ال على اربعة، يعني اش بلس كا بلس ال على اربعة، هاد جوج غنمشي لي مع هاد الأربعة اللي هنا، غتبقى لي اش بلس كا بلس ال على جوج. دونك هي اف ديال بي الاكسبو موان دو اي موان اي بي، عفوا حتى جوج مشات لي مع المقام من هنايا، هاد الأربعة موان اي بي اش بلس كا بلس ال على جوج. مزيان، وحنايا باش يبانو لي هادو، باش يبانو لي هاد ماشي ده هادو المهم، باش يبانو لي هاد قلنا هاد لي بيك هادو، خصم اولا هاد لي غاي خصها تكون اف اش كا ال ديالي ديفيرون زيرو. دونك اف اش كا ال خصها تكون ديفيرون زيرو، ماشي يبانو لي هادك ياك. دابا نشوف لي كونديسيون باش تكون اف اش كا ال ديفيرونس زيرو، يعني باش تكون هادي اف ديفيرونس زيرو خصو تكون هادي و هادي، ماشي غير واحده فيهم، و يعني اف ديال كوبيكا فاسون تري ديفيرونس زيرو اي اف ا بلس اف د بي اكسبو ديال موان اي بي اش بلس كا بلس ال على جوج ديفيرونس زيرو. اف ديال كوبيكا فاسون تري خويا كتكون ديفيرونس زيرو هنايا، اش كا ال دو ميم باريتي، دونك هادي خصهم يكونو اش و كا و ال دو ميم باريتي ياك، و هادو انا نشوفو خويا خالد. نبدا في صفحة جديدة. قلنا انا نعاود نكتب هادي هنايا باش يبقاو لي في ورقة واحدة اخرى. قلنا خصها تكون عندي اف ديال سي اف سي ديفيرون زيرو اي اف ديال ا بلس اف ديال بي اكسبو موان اي بي اش بلس كا بلس ال على جوج ديفيرون زيرو. هادي قلنا فوياغ ديفيرون زيرو ملي يكون اش بلس كا اش عفوا كا كا ال دو ميم باريتي، دو ميم باريتي ياك. وهادي حنا نشوفو شوف دابا حنا كنهضرو على نفس اش كا ال ياك، نفس لي زانديس دو ميليغ ياك. يعني اذا خرجت واحد الشرط هنايا
ياك يعني راه ديك الشهر خصو ينطبق حتى على هادو، عاد تبدا تشوف الشروط الاخرين لهادو، فهمتي؟ دابا كيفاش غنشوفو كيفاش غنشرحو هذا الشيء؟ شوف دابا انا هنايا قلت هادو خصهم يكونوا دو ميم باريتي، يعني هنايا خصني ديريكت هادي خصهم يكونوا دو ميم باريتي، عاد نشوف الشروط ملي يكونوا هادو بيغ بتلاتة بيهم بيغ، وملي يكونوا بتلاتة بيهم امبيغ، فهمتي كيفاش؟ يعني هاد الشرط هذا كان يعني كندخلو هنا عاد كنشوف شنو بقى لي. دونك هنايا في عطمة نعمل نشوف ملي يكونوا دو ديفيرون باريتي ونشوف شنو عتعطيني، يعني فوياخ غتكون ديفيرون زيرو، غنشوف دو ميم باريتي فوياخ كيعطوني زيرو، يعني ملي يكون مثلا ديفيرون دو باريتي مثلا واحد جوج ثلاثة، غنشوف ملي يكونوا دو ميم باريتي يعني يا بثلاثة امبير يا بثلاثة بير شنو عطوني وخرج لي كونديسيون. الا قلنا حتاش كنهضر على نفس اش كا ال، فهمتي؟ يعني الكونديسيون اللي هنا خصك تدرجو في وسط داهادشي اللي هنا. كنتمنى يكون داشي واضح واخا كيدوخ شي حاجه بصراحه. المهم يعني دابا هنايا غنشوف عامل لي كونديسيون اللي غنشوف هنايا، حيتاش اصلا عندي ديجا الحكم الاول دو ميم باريتي، يعني غنشوف هنايا ملي يكونوا بثلاثه بهم بيغ ولا ملي بثلاثه بهم امبيغ، فهمت؟ ما غنشوفش ملي يكونوا دو ديفيرون باريتي، ما غنشوفهاش هذيك مرة، حيتاش ديجا تقصات هنايا. واخ دابا نشوفوا الحالة الأولى، قلنا عندنا الحالة الأولى ملي يكونوا ثلاثة بهم أمبير، سي لي تخوا زانديس سون أمبير. شنو هتعطيني ملي يكونوا هادو ثلاثة بهم فرديا، يعني مثلا واحد واحد واحد، عطيني ثلاثة على جوج، خمسة خمسة، أو لا واحد ثلاثة خمسة، واحد ثلاثة خمسة، شنو عتجي؟ عتجي واحد ثلاثة خمسة تجي تسعود، ياك تسعود على جوج هي ربعة فاصلة، ياك. المهم كيف ما لاحظتو ديما هنا عتبقى لي واحد العدد، فهمتي؟ ثلاثة على جوج هي تسعود على هادي، فهمتي؟ ما عطينيش يعني ديما غتبقى لي هادي، ما عطيتنيش اف د ا زائد اف د بي ولا اف د ا ناقص اف د بي، حتى هذا ديما غيكون عنده قيمه، فهمتي كيفاش؟ قلنا هادي عطيتني اف د ا بلس اف ديال بي الاكسبو موان اي بي، او الاكسبو شي حاجه هنا على حسب هاد الثلاثه يكونوا كيف ما، المهم يكونوا ع امبير، فهمتي؟ غتبقى لي هي. كنتمنى يكون هذا الشيء واضح. المهم اي واحد ما بنتلو شي حاجه مرحبا. واخا صراحه كنحاول ديطاي ما خاتش صراحه، فهمتي؟ انا قلت علاش كنركز على الفهمه، ملي كتفهم والله ما كيبقى مشكل في هذا الشيء، كيرجع على شي بسيط وتافه. شنو قلنا دابا بلي ثلاثة بيهم امبير، ها شنو عطاتيني؟ عطيني اف د ا بلس اف د بي في الاكسبو شي لعيبة هنايا، دونك ما عطاتيني شي ناقص واحد ولا واحد، ياك؟ حتاش بثلاثة بيهم امبير، فهمتي؟ هادي ديما عطيني شي عدد فيه الفصيلة، والاكسبو ديال شي عدد عند فيه الفصيلة يعني عنده قيمة، مثلا الاكسبو ديال واحد فاصلة خمسة ولا هادي، فهمتي؟ يعني غتبقى لي اف د ا بليس ولا موا شي عدد مضروب اف د بي، فهمتي؟ انا قلت خليها هايدا، ما علينا، ما عندي غرض بيها. دابا سي لي تخوا زانديس سون بيغ، ياك؟ شتي غنشوف جوج الحالات. انا اصلا قلنا الشرط الاول ديجا حكموا عليه يكونوا دو ميم باريتي، يعني هنايا غنشوف جوج الحالات ملي يكونوا ثلاثه بهم امبير ولا ملي يكونوا ثلاثه بهم بير، ياك؟ دابا ملي يكونوا ثلاثه بهم امبير شنو عطيني؟ عطيني جوج الحاجات، عطيني اف ديال ا بلس اف ديال بي، ياك؟ سي اش بلس ك بلس ال كيساوي لي، يعني غيكونو مضاعفات ديال العدد اربعة، ياك؟ اربعة فوا ان، علاش؟ واخا انا نكتب الحالة التانية وعاتبها مزيان، اولا عطيني اف ديال
A moins F ديال B ياك من اللي هي C H plus K plus L ماشي بمضاعفة أربعة ياك ما كيتكتبوليش على شكل أربعة مضروبة في واحد العدد ياك واخا هادو إذا لاحظتو مثلا غنعطي شحال مضاعفة أربعة H plus K plus L شي مثال شي مثال باش يجيو هادو مضاعفات أربعة حتاش إلا ما كانوش مضاعفات أربعة هما زوجيين شوف ها مثلا جوج 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 عطيني ستة ستة على جوج هي تلاتة إكسبو قلنا هاد الإكسبو هادي هي ناقص واحد إكسبو موان إي بي هي ناقص واحد غتبقى لي هنايا قلنا ستة على جوج هي تلاتة أوس تلاتة يعني عطيني موان هاي اللي هنا فهمتي مثلا أربعة 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 ياك أربعة زائد أربعة تمنية زائد أربعة اتناش اتناش على جوج تعطيني ستة ستة مزيان ستة أجيلي إف د أن بلوس إف د أربعة شفتي اتناش كيتكتب على شكل يعني مضاعفة أربعة شنو هو اتناش اتناش هو أربعة تلاتة يعني إن ديالي هو تلاتة شتي شي حالة أخرى كنظن حتى شي واضح يعني إذا كان هاد العدد هذا المجموع ديال هاد الثلاثة من مضاعفات أربعة ياك مضاعفات أربعة يعطيني إف د أ بلس إف د بي وإذا كان ماشي من مضاعفات أربعة يعطيني إف د أ موان إف د بي ياك أنا قلت لكم أعطيكم جوج 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 اللي هي ستة ستة ماشي مضاعفات أربعة قسمتها على جوج تعطيني ثلاثة ناقص واحد أوس ثلاثة هي ناقص واحد عطيني اف دو ام 1 اف دو بي من مضاعفات د 3 قلنا هي 4 زائد 4 زائد 4 هي 12 و 12 من مضاعفات د 4 هو هذاك دونك عندي 12 على 2 هي 6 ناقص 1 اس 6 هي 1 دونك غتعطيني اف دو ا بلس اف دو بي فهمت عليها قسمت انا جوج الحالات هذه ياك دونك هنايا قلنا اذا كانوا هاد الثلاثه ماشي من مضاعفات أربعة ياك يعني اف بلس ك بلس ال اش بلس ك بلس ال على جوج هذه اللي هنايا ياك غتكون عدد فردي الخارج ديالهم ام باغ يكون على الخارج ديالهم عدد فردي ياك مثلا عطينا حنايا جوج زائد جوج زائد جوج ماشي من المض اللي هي ستة ماشي من مضاعفة أربعة ستة على جوج تلاتة تلاتة عدد فردي ياك مزيان دونك حنا شوفنا لي كونديسيون باش لي كونديسيون قلنا باش اف اش كا ال ديالنا يكون ديفيرون زيرو خصو يكون دو ميم باريتي دو ميم باريتي في الحالة ديال لي تخوا زانديس سون امبير اشني كتعطيني اف د ا بلس واحد العدد فوا اف د بي ياك وفي الحالة ملي كيكونو بيغ اشنو كتعطيني اذا كانو بيغ والمجموع ديالهم مضاعف اربعة عيعطيني هادي اذا كان امبير اذا كان بيغ والمجموع ديالهم ماشي مضاعف اربعة اشنو عيعطيني مزيان واخا دابا حنايا قبيلاتي قلنا اف ديال جي ا قلنا كيساوي اف ديال ا اس ياك كيكافئ لي واخا اف ديال جي ا ناقص اف ديال ا اس كيساوي لي زيرو حيتاش متساويين ياك وصافي هذا هو السبب علاش ديك لي غايبانو اي ام بي وفي اخرى ما بانوش حتى شوف فين هي ديك الورقه اخرى شوف قلنا هنايا في هادي عندي لي طاد اوردونيه يعني هادو ديما مختلفين يا هادو مختلفين يعني انا وقف حدي هنا يعني هنايا عمرها غتجي لي زيرو ياك هنايا ديما يعني
يعني سواء غيكونو ثلاثة بهم امبير عطتيني هذا العدد، إذا كانوا ثلاثة بهم بير يعطيني اف د ا زائد اف د بي، ولا اف د ام 1 اف د بي غتبقى هايدا ياك. المهم ما تعطينيش شي زيرو ياك. بالحق في الحالة هذه في النهاية هذه ياك، هنايا عندي ليطا ديزوردوني، يعني اف د هذه كتساوي اف د هذه. هانا ملي غيكونوا بثلاثة بهم، ملي غيكونوا لي زانديس بثلاثة امبير، قلنا هما هادو الشروط دو ميم باريتي، فيها جوج ثلاثة بهم امبير ولا ثلاثة بهم بير. ملي يكونوا ثلاثة بهم امبير اشنو عطاتيني؟ ملي يكونوا بير اشنو عطاتيني؟ ملي يكونوا مضاعفات اربعة عطاتيني هادي، ملي يكونوا ماشي مضاعفات اربعة عطيوني هادي. دابا قلنا حنا هما ليطا ديزوردوني، يعني اف د ا كتساوي اف د بي، يعني هادي ملي غيكونوا بثلاثة بهم بير وماشي مضاعفات اربعة عطاتيني زيرو. يعني اف اش كا ال ديالي كيساوي زيرو، اف اش كا ال كيساوي زيرو ياك. دونك ديك ما عيبانليش ديك البيك ياك اللي ضرب في ديك البلون اش كا ال، وهنايا هادشي كيتحقق لي. في هذا هو علاش يعني كيبين لي علاش هنايا بانو ثلاثة، هنا بينو أربعة، هنا بينو ستة. ها هي شو الصراحة والله إلا أنا كيبان لي داكشي بسيط، الحق كان شي شرحو فهمتي، حتى الحاجة اللي بسيطة صعيب تشرحها قسما بالله، أكثر من الحاجة اللي صعيبة فهمتي. حاجة صعيبة كدبر لها الحل ديالو، حاجة بسيطة كتكون ما كدبرش كيفاش تشرحها. شو قلنا في الحالة هذه اللي عندي الحالة ديزوردوني، يعني اف د هادي كتساوي اف د هادي، وملي غنكون في هاد الحالة ياك المجموع ديالهم هما بثلاثة بيغ والمجموع ديالهم ماشي مضاعفة اربعة يعطيني زيرو، يعني ما يبانو لي شي اش كيقولو له شي د ليغا ياك، وديك ليغا اللي ما بانو لي شي هما هادو وهادو. انا نعمل يعني نفيريفيو، قلنا بثلاثة بهم بيغ والمجموع ديالهم ماشي مضاعف أربعة، هاي ثلاثة بهم بيغ المجموع ديالهم ماشي مضاعف أربعة، ثلاثة بهم بيغ المجموع ديالهم ماشي مضاعف أربعة. ها شتي اللي هنايا ما بانوش، هنايا بانو حتاش عندي ليطا أوردوني، يعني هادي واخا بثلاثة بهم بيغ، يعني غتبقى لي هايدا اف د ا ناقص اف د بي. وبالحق بالنسبة لهذه لا، اف د ا ناقص اف د بي هما متساويين عطيني زيرو، يعني ما يبانو لي شي هادي وهادي. فهمت كيفاش؟ هنايا ها مثلا هادو بثلاثة بهم امبير، يعني باقي في هاد الحالة ياك، باقي هنايا ثلاثة بهم امبير، وها هي غتبان لي بالنسبة لهنا ولا هنا، يعني حتى هادي ديما كتخالف الزيرو ياك. هنايا مثلا فين هو هاديك لعيبة أخرى، هنا عاود بثلاثة بهم بيغ والمجموع ديالهم مضاعف أربعة، هاو جوج زائد جوج ها هي، يعني جوج زائد جوج هي أربعة، وأربعة مضاعف أربعة ياك. ها هي ليها بان لي هنايا وبان هنا، ها هي هذا بان هنا وبان هنا ياك. هذا ثلاثة واحد واحد، ثلاثة بهم أمبير ياك. ها هي سواء كانوا اوردوني ولا ديزوردوني غيبقاو لي ديما كيخالفوا الزيرو ياك. زيد شنو اخر؟ هادي قلنا ها هي بالنسبه لهادي، بالنسبه انا اي ان بي غتبقى لي اف د ا ناقص اف د بي غتبقى هايدا. وبالحق بالنسبه لهادي هادو متساويين عطاتيني زيرو، دونك ما عيبانليش هذا هنايا، حتاش اف ديالو كتساوي زيرو. حنا قلنا ا كيساوي ان في اف ياك، اذا كان اف كيساوي زيرو يعني ا كيساوي زيرو، يعني لومبليتود ديال ديك الموجة اللي انعكست اعطيني زيرو، يعني فحال اللي ما كايناش، فحال اللي ما انعكستش. فهمتي كيفاش؟ يعني ما عيبان لي والو في ديك الشاشة. هادشي اللي كاين، كنتمنى يكون داكشي واضح الصراحة. انا عييت من ديطاي وعييت كاع مرات. المهم اللي ما بانتلوش شي حاجة خليها في التعليقات ولا في 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 الواتساب. المهم هادشي اللي كاين، والسلام عليكم الاخوة.